الآن ما هي الخطوة التالية بعد هذا الكورس؟ الآن احنا خلال هذا الكورس تطرقنا للأمور الأساسية والأمور الأساسية الخاصة في الصفحة، فصممنا نافبار يكون عبارة عن responsive design. بعد ذلك انطلقنا إلى مثلا سلايدر، إلى كيفية عرض البوست، إلى سايد بار معين، إلى الفوتر وكيفية تصميم الفوتر، إلى البيجينيشن. كل هذه الأمور احنا تناولناها من خلال مجموعة من الكلاسات، وأضفنا عليها بعض المميزات الخاصة في الستايل. هذه كلها هي متوفرة عندك في البوستريب، يمكن أنه تستفاد من عدها في تصميم توصل إلى تصميم جيد نوعا ما. فسواء أنه تعتمد على البوستريب، وإحنا نعتمد طبعا البوستريب حتى نحصل على تصميم متجاوب responsive design، يمكن أنه تتجمل هذه الأمور كلها باستخدام CSS بدون لا تعتمد على البوستريب. ولكن لما تيجي تعرض الصفحة الخاصة فيك في أكثر من متصفح، في أكثر من جهاز، في أكثر من سايز، راح تجد إنه الصفحة غير متجاوبة، وهذا هو طبعا اللي الشيء اللي ليس جيد بالنسبة لعملية الفرونت اند ديزاين ديفلوبر. لازم إنه تكون الصفحة عندك متجاوبة، بالتالي احنا راح لازم نعتمد على البوستريب مثلا أو أي فريم ورك أخرى يمكن أن تعتمد عليها في عملية التصميم. طيب الآن أنت إيش تذهب هنا على صفحات معينة أو صفحات تكون يو أي يو إكس ديزاين، وتبدأ تشاهدها وتحاول إنه توصل إلى نفس التصميم لأكثر من مثال طبعا، حتى بذلك إنه أنت تحفظ الكلاسات الخاصة في البوستريب، إذن تتكيف مع عملية التصميم، تتطرق إلى أمور خاصة في عملية مثلا تصميم صفحة خاصة في تسجيل الدخول، في التسجيل في الموقع، وخاصة في الأباوت. يمكن إنه تتفنن في عملية عرض الإفكتات، إفكتات الظهور إلى هذه الأمور، فبدل إنه تظهر عندك بشكل مباشر يمكن تعمل لها فيد إن. هذه الأمور كلها يمكن أن تعملها باستخدام الجي كويري طبعا، ولكن لازم إنه تضع في حسبان انه كل ما انه زدت من خصائص سي اس اس على الصفحه، فراح هذا كله يؤثر على اداء الصفحه وعمليه عرضها داخل المتصفح.